مساء الخير. نبدأ جولتنا على أسواق اليوم مع تراجع مؤشر بورصة قطر بنسبة 2.8% لأدنى مستوى من 6 أسابيع بالتعاملات المبكرة نهار الأربعاء. والسبب استقالة بلاتر المفاجئ من منصب رئيس فيفا. قطر عم تتأثر بشكل مباشر بالعاصفة يلي عم بتطال عالم كرة القدم، ومثل ما منتذكر تم اختيار الدوحة لاستضافة نهائيات كأس العالم لكرة القدم 2022، ولكن قرار الاستقالة زاد من مخاوف المستثمرين من أنه تنسحب حقوق الاستضافة من قطر، مع العلم أنه لليوم غير واضح ما إذا كانت تهم الفساد بأوساط الفوتبول رح توصل لقطر. ومننتقل لتراجع سعر النفط الخام اليوم مع التوقعات من أنه أوبك ما رح تخفض إنتاجها باجتماعات نهار الجمعة بفيينا، حيث رح تجتمع منظمة البلدين المصدرة للبترول اللي بتساهم بأكثر من 40% من إنتاج الخام بالعالم. وأكد وزير النفط السعودي من فيينا أنه المخاطر قائمة بسوق النفط ولكنها صغيرة كتير، لافتا أنه العالم بدأ يعتاد على هالمخاطرة. أما وزير النفط الإماراتي فأوضح من أنه التصحيح بسوق الخام بعد ما انتهى وأعرب عن تفاؤله للاجتماع المنتظر. وأضاف وزير النفط القطري أنه بيتوقع يكون سوق النفط أكثر توازنا بالنصف الثاني من السنة مع التعافي الاقتصادي العالمي. إذن بالإجمال الأجواء فيها تفاؤل وتوافق بالآراء داخل المنظمة، الأمر اللي بيشير إلى أنه الاجتماع رح يمر بسلاسة. ومنهي مع البنك المركزي الأوروبي اللي أبقى على أسعار الفايدة دون تغيير مثل ما كان متوقع، مع إشارة البيانات من أنه خطر الانكماش بمنطقة اليورو عم بيتراجع. بحب شير لأنه تحسن التوقعات عم بيدفع لتساؤلات حول التزام المركز الأوروبي بخطط شراء الأوراق المالية بقيمة 60 مليار يورو شهريا لغاية أيلول 2016. هيدا كان كل شيء لليوم، بشوفكم بكرة.